عجلة الدوري تعود للدوران من جديد بخمس لقاءات مساء الجمعة، وباسل جورجيس يكشف لصوت الملاعب حقيقة استبعاده عن المنتخب، وكرار جاسم يترك الملاعب العراقية ويعود لإيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا عبر الرابعة، أهلا بكم وصوت الملاعب. يوم غد يعود الدوري العراقي من جديد، التوقف دام الأسبوعين بسبب ارتباط المنتخب الوطني وكل منتخبات العالم طبعا بالاستحقاقات القارية على مستوى تصفيات كأس العالم، على مستوى تصفيات القارية والبطولات الأخرى. الدوري سيعود يوم الجمعة يوم غد بخمس مواجهات كما تشاهدونها على الشاشة: نفط ميسان مع الصناعة، نوروز مع الجوية، كرخ نفط الوسط، أربيل والنجف، ونفط البصرة والشرطة. النفط الوسط طبعا يتصدر الترتيب مع مشاركة مع القوة الجوية. أيضا يوم غد إن شاء الله سوف تكشف لكم الرابعة عن حقوق جديدة إن شاء الله، وبالتأكيد حقوق مهمة لدوري مهم بعد أن استطعنا من الحصول على مباريات الدوري السويدي الذي سوف نبدأ بتغطية مبارياته من يوم الأحد. نحاول أن نبدأ من يوم السبت، لكن مع ذلك يعني إن استطعنا سنتمكن 100% إن شاء الله يوم الأحد من تغطية مباريات الدوري السويدي وأهم المباريات، ونسلط الضوء حتى على لاعبين المغتربين هناك. يوم غد أكرر بأنه الرابع إن شاء الله إذا يعني توصلنا إلى الأمور النهاية تقريبا، يعني كل الأمور حلت انتظار أمور تقنية، يوم غد سنكشف لكم عن حقوق جديدة مهمة تنتظروها، ستكون من خلال القناة الرابعة الرياضية وأيضا من خلال موقع قناة الرابعة والموقع الإلكتروني للقناة، والذي أذكر دائما بأنكم تستطيعون مشاهدة عدة مباريات على هذا الموقع، يعني الكثير الكثير والآلاف تشاهد المباريات عبر هذا الموقع دون الشكوى من موضوع يعني موضوع الانترنت. ربما بعض الشيء هناك مشكله بالانترنت ربما، لكن صراحه شاهدت حتى مقاهي، ارسلت لي فيديوهات حتى لمقاهي عديده كانت عبر الموقع الرابعه، يعني الصوره في موقع الرابعه بنقاوه عاليه جدا جدا وكانما انت في الملعب. بالتالي يعني انصح المشاهد بان يحاول وان يعني يتعب نفسه قليلا، بس تكتب www.4.tv او تطب على الصفحه بالفيسبوك راح تلقى دائما كاتبين هذا الرابط، تضغط على الرابط راح تلقى كاتبين بث مباشر، تضغط على البث المباشر راح تلقى اربع قنوات. القنوات هذه تبدا البث في حين وجود المباريات، يعني مو 24 ساعه مفتوحه على لا شيء، حين وجود المباريات. مثلا ان شاء الله لدينا استحقاقات مهمه يوم السبت، لدينا دوري ابطال اسيا ولدينا يعني مباريات أخرى سنفصح عنها يوم غد. يوم الأحد لدينا دوري السويدي، لدينا دوري أبطال آسيا، سوف نحاول تغطية كل هذه المباريات. يمكن متابعة المباريات التي يسمح لنا ببثها عبر الستلايت بالستلايت، ما عندنا مشكلة، والمباريات التي لا يسمح لنا، يعني مو إحنا بكيفنا، يعني مو إحنا قعدنا صبح اخترعنا هاي القصة بأن نبث المباريات عبر التطبيق. ولا زلت أقرأ وترسل رسائل بأن الله لا يوفقكم، حرمتونا من مشاهدة مباراة المنتخب. أوكي الله لا يوفقنا، إحنا كنا متعمدين 100 مرة نقول القصة متعلقة بينا. يا ناس يا عالم، يعني حاول أن تعب نفسك شوية وتبحث هل المتسبب بقناة الرابعة بهذه القصة الاتحاد الآسيوي قرر هذا الشيء، وهذا الشيء مجبرين عليه غير مخيرين، مجبرين عليه. فقط كأس الاتحاد الآسيوي وليس دوري ابطال اسيا، كاس الاتحاد الاسيوي سيتم بث مبارياته يوم 20 عبر الستلايت، كاس الاتحاد الاسيوي، دوري ابطال اسيا كل البطولات سيتم البث عبر الموقع، الموقع لطيف تقدر تتابع المباريات بيسر، شويه مرات يقطع يعني طبيعي، شويه نتحمل ثواني، ممكن شويه البث مو دائما طبعا، لكن بشكل عام الامور جيده، يعني ليست منا لكن اقول بانه وصلنا قريبا سوف تبدأ مباراة كوريا الجنوبية على التصفيات، ولا قناة عراقية مشتريتها، إن شاء
كان هسه لو ما مشتريها هسه انا اطلع احكي هم تقولوا لي تعلقوا لي لو بخير كان اخذت لعبات المنتخب. اخذنا لعبات المنتخب لكن فرضت علينا هذه القوانين الصارمه. لا نمل ولا نكل من تكرار انه هذه الامور هي بسبب الاتحاد الاسيوي الذي يحاسبنا على كل صغيره وكبيره، حتى على الاعلان، حتى على كل شيء يحاسب. بالتالي ان شاء الله الامور على خير، ان شاء الله نحاول ان نقدم شيء جيد. دائما اقول نحاول ان نقدم الافضل، نحاول ان نحسن من الاداء، نحاول ان نتعلم من اخطائنا ونقدم شيء طيب لكم. اذكر يوم غد تنطلق مباريات الدوري العراقي، تعود من جديد الى الانطلاق طبعا، والمواجهات كما ذكرنا. طيب اللجنه الاولمبيه الوطنيه العراقيه، احب اخبار اللجنه الاولمبيه بصراحه، قاعده ويا رئيس اللجنه الاولمبيه التركيه اسمه اوكور اردينير. هذا هو اوكور اردينير، قاعده هم والسيد رائد حمودي اخذوا صور، وذيك الصوره بكمامات، هاي الصوره بدون كمامات، هاي بكمامات، ذيك بدون كمامات، ليش ما اعرف. المهم راحوا تركيا، المهم رائد حمودي راح تركيا، ركب طياره وراح، سفره لطيفه ايش بيها؟ رحت ثلاث ايام، قعد ويا الاخ رئيس اللجنه الاولمبيه التركيه، وياه هو رئيس الامين العام السيد هيثم عبد الحميد، حكوا على التعاون، افاق التعاون بين الاولمبيه الوطنيه العراقيه والتركيه، يعني على اساس احنا من راح نسوي هذا المشترك الدنيا راح تصير حلوه وراح نتاهل الاولمبيات واسمه. المهم فيقول يعني من ضمن السيد هيثم عبد الحميد قال بانه الاتفاقيه تتضمن اقامه دورات تدريبيه واداريه مشتركه، يعني مشتركه شنو يعني؟ يعني احنا نروح نتمرن نتدرب يم تركيا والاتراك يجون يتدربون يمنا. والله جديات يعني مو نكته. احنا نروح نتدرب يم الاتراك، تمام، اتراك عندهم منشات ممتازه رياضيه، بس الاتراك يجون يتدربون يمنا، وين يتدربون؟ هو تدري يا سيدي العزيز اعطيكم فد معلومه. سيد عبد الحمود تدري ولا لا؟ تدري انت اتحاد العاب القوى صار له ثلاث اسابيع ما متمرن لان رئيس جامعه بغداد سد الباب وقال ما حد يطلب للتربيه الرياضيه لان لازم نعدل بالعقد بين الطرفين. تدري ما حد يتمرن بالتربيه الرياضيه؟ تدري اتحادك ما يتمرن؟ يعني لو يجي المنتخب التركي لالعاب القوى ينزلون يابا نريد نتمرن نريد نتعلم من عندكم، وين تتمرنون؟ راح ياخذوهم وين؟ ياخذوهم جامعه بغداد، راح يطبون جامعه بغداد. اول شيء سياره ما تطب لازم تاخذون اذن من ما اعرف منو، بعدين يدخلون السياره بعدين راح ينصدمون بالحياه الجميله واللطيفه. رئيس الجامعه يقول ما حد يتمرن، يعني وين تجون؟ وشنو المشترك يعني؟ المشترك يعني يجون يتمرنون يمنا، هو منتخباتك ما متمرنه، وين تمرنهم يعني؟ هذا يسموه شنو؟ يسموه ضحك. المهم السيد اردنير كان سعيد بلقاء رائد حمودي، يعني سعيد واو شفت رائد حمودي. طبعا اكيد ما اعرف السيد رائد حمودي ايش قال له على انجازاته، مثل من ساله فقال له انتوا سويتوا بالاولمبياد الاخير، ما اعرف ايش قال له رائد حمودي، والله ما اعرف ايش قال له. قال له يعني ايش اسمه هذا صد راجع، شايف قبل من نلعب رحنا وجينا كل شيء ماكو، بخفي حنين كما يقال. المهم نتمنى ان نستفاد من تركيا، ما نستفاد من عندهم، احنا يعني ناكل اجبان وموطه واشياء هوايه من تركيا، نروح نسافر بتركيا بركه الله على مستوى الرياضه يخدمون الاتراك. السيد حسن ناظم المتحدث باسم مجلس الوزراء ذكر بانه مجلس الوزراء قرر دعم الزوراء والميناء، الزوراء والميناء بس اللي هم تابعين للنقل، 3 مليارات دينار قرر انه مجلس الوزراء يدعمهم باخر ايام الكاظمي، قال لك خلط للزوراء والميناء. ولم يكشف مجلس الوزراء اي تفاصيل حول المبالغ الممنوحه للناديين دون البقيه من الانديه الاكثر حاجه لنصف هذه الاموال مثل الطلبه والديوانيه وغيرها والقاسم. بالتالي هناك الكثير من الانديه تعاني، لكن الدعم كان بس للزوراء والميناء، طبعا بضغط من اكيد وزير، بضغط من نواب معينين ما اعرف يعني، بالنتيجه طال الزوراء والميناء والبقيه يباعون بعيونهم. شنو اللي راح يصير؟ 3 مليارات مناصفه يطل ذولا ايش قد وذولا ايش قد، مو معروفه هذه الامور. طيب على مستوى الدوري تحدثنا، لكن نعود شيئا قليلا للمنتخب الوطني. يوم امس يعني ابرزنا خبر بانه ربما الاتحاد سيقرر بشكل كبير الاستغناء عن خدمات المدير الاداري للمنتخب الوطني السيد باسل غورغيس والمدرب المساعد السيد رحيم حميد عن المنتخب الوطني في المرحلة القادمة. وطبعا هذه الأخبار أحيانا تعمد الاتحاد تسريبها حتى يشوف رد الفعل، رد فعل الجمهور. وبالتأكيد إلى الآن لم يصدر شيء رسمي. دعونا نستمع إلى
المعني المباشر السيد باسل جورجيس الذي يرتبط معي الآن عبر الهاتف. ارحب بك كابتن باسل. الو، السلام عليكم استاذ طه. شلونك؟ شلون صحتك؟ تحياتي لك، تحياتي لكل المشاهدين. الله يسلمك. يعني بصراحه نحن كاعلام عندنا فد مصادر حكينا وياهم، منا قالوا يا بالاتحاد راح يقرر او قرر بدون ان يكتب الى الان قرار بانه الاستغناء عن خدماتك وخدمات السيد رحيم حميد. انت حسيت بهالموضوع؟ حسيت بانه اكو نيه للتغيير من خلال المباريات الاخيره، التعامل الاخير مع الاتحاد؟ صراحة يعني أستاذ طه أبد ما حاس بأي شيء بهذا الخصوص. بس يعني حتى لو إذا أكو تغيير، هي شو المشكلة؟ يقولون بيها مثل ما جينا معزين مكرمين نطلع معزين مكرمين وخلاص. يجيبون أي واحد إذا هم يريدون يسوون، يجيبون أي مدير إداري ومصلحة المنتخب الوطني، فهذا أنا وياهم أول واحد أكون متضامن معهم. بس ما حسيت بشيء؟ ما حد بلغك بشيء؟ معقولة احنا كإعلام سولفنا وبعدين الناس اخذت من عندنا الموضوع وانت ما وصل لك شيء؟ ما حاولت تخابر؟ فضول. الو، السلام عليكم، شنو الموضوع هذا اللي سمعته بالإعلام صحيح لو شنو؟ لا ثق بالله انه ابدا ابدا ما لا متصل ويا شخص ولا سائل على موضوع ابدا. يعني مسألة ما ادري منين، يعني على اساس اذا انا اسمعها من الاعلام، فاذا هم اكيد اكو شيء وما يبلغوني مثل ما قلت لك، يعني اتبلغ زين بس ما سائل ومخابر لا بخابر. يعني انت من سمعت الخبر هذا ما تفاجئت؟ ما حاولت تتواصل او حتى تواصل ويا وسائل الاعلام اللي منهم احنا اللي نشرنا الخبر؟ ما قلت لنا يابا تعالوا انتم هذا شنو الخبر، منين لكم، شلون جبتوه، منو قال لكم، على اي اساس وشنو الاسباب؟ زين هسه زين قاعد خبرتني، زين منين جبت لا ما يصير نكشف عن مصادرنا. هسه المفروض انت المفروض انت تخاب الاتحاد تقول لهم هذا الخبر تنفوه. المفروض الاتحاد الان يصدر او اليوم الصبح. ادري يعني هي مو كل يعني موضوع ينطرح هو صحيح يكون زين. يعني اعذرني استاذ، رغم انه انت مثلا على مصادرك اللي قالوا لك، بس بهالايام هواي شغلات قاعد اسمع ما لها صحه، يعني هواي كثيره. فهي خطة الأخضر راحت شعر اليابس. يعني ليش أدي أقول لك بأن القصة تقريبا يعني مكتملة؟ تنصريح وياك القصة مكتملة، القرار متخذ، هسه شلون يبلغوك؟ الطريقة انتظروا رد فعل الجمهور، انتظروا رد فعلك، انتظروا منك الاستقالة، ما أعرف، لكن هذا أسلوب جديد. أنا قلت لك أنا مقدم أربع مرات استقالات، أربع مرات مقدم. مو أنا جاي أقول لك المصدر موثوق جدا والأمور تامة، فممكن ينتظرون من عندك الاستقالة. خلص يعني هالمرة ما في استقالة. ما تريد تستقيل هالمرة؟ تريد معتهم تطلع؟ هالمرة ما استقيل، هم كلهم اخواننا اعزائنا بالاتحاد جايين يخدمون البلد، فهم راح يخابروني اقعد وياهم واطلع مثل ما جينا. شو المشكله؟ والله العظيم ما عندي كل مشكله. طيب بس ما تسالهم الاسباب، يعني مثلا المنتخب نتائجه مو زينه، ايش عليه باسل جورجيز؟ اي اسباب ضروريه لكل واحد مدرب يقيلوه شنو الاسباب ونتائجك مو زينه. اداري نعم يجي يقيلوه. بس انا اي يعني 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 قصدي انت كاسم كرجل دولي، يعني لا لك شخصيتك ولك ناسك ومحبيك، لازم تذكرون الاسباب من تقرون هذا القرار. شنو اللي خطا اللي سويته؟ اذا انا مخطئ قولوا، هذا راح المفروض تتوجه لهم صح؟ خلاص هو هذا شيء اريده اكيد، يعني كل واحد يطلبه. زين انت لاعب من نفس تدعي نعم من ضمن ال 30 واحد وما نعم تدعي من ضمن 23 نعم، اللاعب يسال ليش؟ فجاوب بقناعه مدرب، تقول له قناعه مدرب هالمباراه انت مو موجود. شو يقول؟ فهم اكيد عندهم جواب لي، فهي مو مشكله. اقول لك مو مشكله والله العظيم، انا مستعد حتى المدير الاداري الجاي يكون انه جد بامكان اقدر اساعده اساعد. جيد زين، انت مو المفترض بهالفتره هاي تبدا تحضر لمباريات القادمه الشهر الجاي؟ هسه بعدك محضر شيء؟ الضيف وين راح تكون اللعبه؟ بالبصره غيرها؟ لحد الان لعبتنا هي مفتوحه. نعم لحد اللحظة هاي. لحد اللحظة هاي. فاحنا يوم الاحد ان شاء الله هو دوام، انت تعرف احنا يوم الاربعاء يعني. فيوم الاحد دوام وان شاء الله ناخذ الاسماء للمدرب ونبعثها مثل ما نبعث المباراة اللي مضت
بعثنا مباراة الفيس، أول شيء نبدي بالفيس ومن ثم نبدي بحجوزات الفنادق وملاعب للفرق الفيديو. للفرق الزائر المفترض بالبصرة، تجد تحكي عن الموضوع أنه كأنما المباريات بالبصرة، البصرة يعني بتكون بالبصرة بعد تكون أسهل لنا الشغلة يعني زين، وفي بلدنا بكل الأحوال أحسن زين. ما عندنا كتاب رسمي لحد الآن في البصرة. ما طيب يعني كأنما أستشف من كلامك بأن يوم الأحد من تروح للاتحاد من الممكن أن يقعدون وياك الأخوة بالاتحاد، ما أعرف اسم اللي يقعد وياك، الرئيس أمين العام، وتبدون تناقشون بموضوع أنه يا كابتن بواسد شكرا جزيلا، صار لك كم سنة، بعد إحنا عندنا رؤية بأن نبدل مدير إداري لأن أنت سبب بنتائج المنتخب. نتائج المنتخب مو مضحك يعني، ما نتائج المنتخب. وأنت متهم متهم هسه مال المغتربين، أنت متهم 100 مرة أعيدك، حتى مستضيفك، حتى حاكيك بالخاص، حتى أقول لك أنت متهم اتهام مباشر. هسه البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هسه هاي ما تعرف. ليش هم المغتربين ايش فيهم يعني؟ ايش جرالهم يعني؟ شلون؟ يعني ايش جرالهم بالمغتربين؟ شو مسوي لهم يعني؟ عداء عليهم؟ يعني انت تاثر، انت امورهم الاداريه تعرقلها، ليش رئيس الاتحاد راح يتواصل ويا عوائلهم؟ بلو يعني ياهو انا اكو شاب، اكو لاعب المدرب يريده وانا ما متواصل وياه، مستحيل مستحيل ما موجوده. يعني انت راح الناس هم تطلب الحقيقه باشر عقبه، راح تواجه الناس بانه هذه الاتهامات هي عمليه الهروب، يعني اكو اشخاص تهربوا من الواقع، تهربوا من مسؤولياتها، وتخلي كانما تركن المشكله بالاداره بالمدير الاداره للمنتخب. اي يعني بعدنا بالنسبه لي انا اي امر يجي او اي طلب يجي من المدرب لاي لاعب كان، لو حتى لو يكون بالمريخ، انا لازم اتواصل. تمام. اخيرا يوم الاحد اذا رحت الاتحاد تقول لهم انتم سووا هذا القرار، انا بالنسبه لي ما استقيل. انا يعني ليش نجيب هالموضوع؟ يعني شنو الموضوع هذا؟ هم يريدون ياخذون قرار، ياخذون قرار، شنو المشكله؟ والله العظيم كل مشكله ما تستاهل، هم القرار لهم، انا موظف عندهم مثل ما اي موظف بالحسابات والاتفاق ولجت المسابقات. بس انت مع احترامي للاخوه العاملين الموظفين، بس انت باسل جورجيس بالنهايه. اي ما يخالف، انا بس موظف. انا 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 كنت العب بالمنتخب الوطني واسمي باسل جورجيس، هم ناس كادحين وجايين يعملون بشرف ياخذون معيشتهم ويروحون. فانا نفس الشيء. واذا وصل لك باص بانه القرار سيتخذ من اعلى هرم الموجود بالاتحاد، انت ما راح تقدم استقاله برايك بانه انت ما متسبب بشيء، فمتى تقدم استقاله؟ هاي فكرتك صح لو انا غلطان؟ اكيد ما قدم استقالة. واللي يقدم استقاله يعني مسؤول عن شيء. ايه يعني كل التهم انا راح اسويها علي. يعني انا ما بسوي شيء، انا اللي مسويه كلها ما فعل، بس المشكله هنا في بلدنا مع الاسف. ايه تهمتنا، التهمه اللي متهمينا بها انه انت انسان مخلص ومشتغل، هاي تهمت يعني. والدليل على هذا انا صار لي 3-4 دورات الاتحاد العراقي وياهم، ويا الاتحاد يجي التقيل. فكيف يعني انه استقيل من شنو؟ يطلع لي كم واحد يحكي بالفيسبوك وانا انهزم من عنده؟ انا ذاك الزمان ما ضغطوا علي، اللي اغلوا جزء من قلبنا وما انهزمنا. لان هسه يجي لي واحد يسوي ضغوطات علي قاعد يقهوى، مع احتراماتي للكل طبعا، انه يتكلم يعني بالدليل يعني قصدك من الاتحاد المفترض ما يتاثر بالسوشيال ميديا او الاعلام، المفروض هو يعرف أكيد. الصح من الخطا. اكيد طبعا لازم يتاثر، اكيد وانا واثق منه. تمام، شكرا جزيلا كابتن، ممتن لك، شكرا لك. كان معي عبر الهاتف الدولي السابق مدير الإدارة للمنتخب الوطني الكابتن باسل جورجيس، تحدث بصراحة بأنه لن يستقيل، لأن الاستقالة معناها بأنه يتهرب من مسؤولية وأنه أخطأ في شيء ما، ولم يصل الآن أي شيء رسمي، وسيذهب إلى مقر الاتحاد يوم الأحد ليعود لعمل الطبيعي على مستوى تحضير تهيئة للمباراة القادمة للمنتخب الوطني. لا نعرف، ربما السبت، ربما الأحد يصدر قرار أو لا. من بين اللاعبين المهارين الذين تألقوا مع المنتخبات الوطنية
كان احد اهم اللاعبين عام 2007، واحد من المهارين الذين قل نظيرهم بالمنتخبات الوطنيه، اللاعب الذي سلط الضوء عليه، اللاعب الذي كان ربما كثير التناقض في الاداء، في الحياه اليوميه، في المشاكل داخل الملعب، عاش الكثير من القصص، مر على الكثير من المنتخبات والانديه. اتحدث عن كرار جاسم، واحد من اللاعبين الذين سيبقون في ذاكره الجمهور العراقي. دعونا نطلع على كرار من خلال تقرير احمد الغراوي. في 11 من شهر حزيران من عام 1987 انجبت مدينه النجف للملاعب العراقيه ابرز مداعب الكره في وسط الميدان، وترعرع في الملاعب وانطلق سريعا نحو النجوميه بعد تألقه في الألعاب الآسيوية في قطر عام 2006 قبل الحدث الأبرز له في حياته، وهو إحراز لقب كأس آسيا عام 2007. كرار جاسم بعدها انطلق نحو الاحتراف الخارجي في الملاعب القطرية والإيرانية والإماراتية، له صولات وجولات في المنتخبات الوطنية في تصفيات كأس العالم وكأس القارات وبطولات الخليج ودوريات أبطال آسيا، ولا زال في عطاء مستمر أينما حل وارتحل. يفتقده المنتخب الوطني ويبحث عن خليفته دون جدوى، وبات الحلقة المفقودة في تشكيلة أسود الرافدين. يعشقه الجمهور، ورغم كبر سنه لكن أسلوب اللعب الحديث والاعتماد على الشباب ومرحلة تجديد الدماء في المنتخب غيب الأنظار عن كرار جاسم، وأصبح غزال البادية أكثر اللاعبين العالقين في أذهان الوسط الرياضي العراقي، كيف لا ومهاراته لا زالت مطبوعة في عقول الجماهير حينما تلاعب بمنتخبات عالمية وآسيوية وعربية. ولا يسعنا القول إلا الله على جيل الطيبين. أحمد غراوي، قناة الرابعة. شكرا أحمد الغراوي. معي الآن عبر سكايب من إيران الدولي السابق كرار جاسم، ولاعب نادي نفط مسجد سليمان الإيراني. كرار أرحب بك، ومن نفط إلى نفط. السلام عليكم حبيبي أستاذ طه. هلا بك، شلونك؟ شلون صحتك؟ طبعا شكرا على الشهادة حقيقة أعتز بها، وشكرا على التقرير الجميل. تدلل أستاذ أحمد، تحياتي لك حبيبي. كرار من نفط ميسان الى نادي نفط مسجد سليمان الايراني. والله هذا السؤال جاب بالي هسه بصراحه. العائله احيانا تجبر اللاعب على الانتقال. صحيح، تفضل. صحيح، والله حقيقه يعني استاذ طه، يعني انا واجهني ظرف عائلي صعب جدا، يعني ما كنت ناوي انه مره ثانيه انه ارجع للاحتراف. الحمد لله والشكر، يعني عندي الطاقة وعندي القابلية للعب بعد، يعني فالظروف اللي هي كانت أقوى أنه لازم يعني أغادر، نقول عموما العراق، يعني أكون خارج العراق. فاختاريت إيران حكم أنه عائلتي يعني مرتاحة بهذا المكان، وأحب أوجه يعني عن طريقكم شكر وتقدير واحترام إلى إدارة نادي نفط الوسط الرياضي. حقيقة يعني كان موقفهم وياي مشرف جدا، وقفتهم وياي يعني بالظرف اللي مريت فيه، بالإضافة إلى الكادر التدريبي كابتن حيدر نجم، كابتن غني شهد أبو حيدر، طبعا صاحب فضل على كرار أخ عزيز، ويعني هو اللي اكتشفني من أنا كنت يعني بدايتي، فكل التقدير والحب والاحترام لهم بوقفتهم وياي. طيب، يعني انا بمناسبه انا جدا احييك على الموضوع انه خليت العائله في توازن تام مع حياتك المهنيه، وهذا شيء مهم لك كشخص وللعائله ايضا، يعني ما يصير الواحد يفقد التوازن الى درجه بانه رحت النادي يلعب درجه ثانيه في ايران، وكنت يعني راضي جدا بهذا القرار. لا 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 استعطاها مدرجه، درجه اولى، دوري المحترفين، دوري الإيراني، دوري المحترفين. زين، دوري المحترفين جيد. نعم، بس النادي ترتيبه طبعا مو نفس الأندية اللي لعبت بها سابقا.
يعني نسبة السنة اللي فاتت كان مركزهم 11، تعرف في الدوري الإيراني يعني 16 فريق. نعم. بالعكس استطاع ترى الأندية في إيران مستوياتها متقاربة، فقط ما يميز إنه نادي استقلال طهران، نادي بيروز الإيراني، نادي سبهان، تراكتور، لأن هاي الأندية تعرف إنه أكثرهم يلعبون بطولات آسيوية، فيكون لاعبيهم محترفيهم يعني يكون فرق بها، أما باقي الفرق كلها مستوياتها متقاربة. كيف ترى الـ يعني تقييم الدوري الإيراني لو تقارن بالدوري العراقي على جميع المستويات؟ أساني بالنسبة يعني نعرف بعض الأجوبة، بس أريد التقييم الفني وشنو يقدر يستفاد اللاعب. مثلا زميل إلك سابق بشار حسن قرر ترك إيران راح يلعب بقطر، ويبدو بأنه حتى مستواه اختلف، مو نفس اللاعب اللي كان يلعب عندما كان في الدوري الإيراني. حقيقة يعني الدوري الايراني يعني يمتاز بهواي امور، يعني بالعكس دورينا الدوري العراقي دوري ممتاز، يمتلك لاعبين يعني بالفتره امكانياتهم عاليه، بس تعرف انه الدوري الايراني دوري يمتاز بالقوه، دوري يمتاز بال يعني بكل شلون تقول التفاصيل الاحترافيه اتكلم عنها بكل معنى كلمه من الاحتراف، حتى اللاعبين اللي الايرانيين اللي يحترفون اكثرهم يحترفون في الدول الاوروبيه. نعم. وحاليا هم يعني منتخبهم عندهم 3 لاعبين يلعبون بالدوري الانجليزي. ف بشار كان بيرسبوليس يعني اختلف عنده التوازن، انا يعني متاكد انه الدوري القطري يختلف عن الدوري الايراني. الفريق اللي كان يلعب به فريق كامل متكامل، يعني حوالي 7 لاعب 8 لاعبين يلعبون مع المنتخب الوطني كانوا يساعدوه. اما حاليا احتمال يمكن الفريق اللي يلعب به يعني ما انت 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 هم انت هم عشت التجربتين، انت هم عشت التجربتين. نعم. في ايران في قطر حسيت في ايران ثقل القصه الموضوع، تحس كره قدم جمهور على الاقل، يعني قطر دوري قوي لكن يفتقد للجمهور، هنا دوري قوي بالاضافه للجمهور. اكيد لا ترى انا الاخر 4 سنوات يعني الفريق كله برقبتي. زين اكيد اكيد الدوري الايراني يعني حب الشعب الايراني وجماهير الايرانيه حبها لكره القدم شبيهه يعني شبيهه بالعراق، يعني شلون جمهورنا احنا يحب الدوري العراقي يحبون كره القدم، هنا يعني هم مجانين بكره القدم. حاليا يعني اسال من اللاعبين انه حتى مو مثل السنوات اللي فاتت يعني الدوري به حماس وشيء، لان يفتقر للجمهور تعرف انه بسبب الازمه كورونا وهاي، فهم مقررين يعني احتمال على بدايه الموسم يكون الجمهور 50% دخول الى الملاعب. وبالتاكيد الدوري القوي يعطيك منتخب قوي، احنا نشوف المنتخب الايراني على مستوى اسيا اكيد يعني يقدم اكيد يقدم لا لا هو دوريهم القوه مالته او الترتيب مالته يعني هو ترى مستمر نحو التصاعد، يعني ما بي مثلا نقول تراجع، لا لا. وقلت لك هذا ينتج منتخب قوي، تحدث عن المنتخب الايراني وقيمه أكيد الفريق أكيد الايراني في اسيا. طيب كرار يعني اكيد بالضبط بدي اشوف المنتخب الايراني بده يحقق نتائج بده يقدم بده يلعبون على نفس الرتم، يمكن مباراه عن مباراه يقدمون افضل. طيب يعني كرار لو نتحدث عن كره القدم بالعراق، اتكلم عن مستوى المنشأ الرياضي، اتكلم يعني انت كلاعب وبالتاكيد في يوم ما سوف تعتزل سوف تفكر بالمستقبل، يعني بينك وبين نفسك تقول ممكن اكو حلول، ممكن اكو حلول لكن الاخرين ما يفكرون بها، تفكر بحلول معينه يعني لمساعده كره القدم العراقيه؟ شيء اكيد استطاعها احنا كره القدم بالعراقيه اللي خلتنا صرنا لاعبين وصرنا على واجهة ولعبنا منتخب واحترفنا، فأكيد أنه كل ما نملك من خبرة من لعب من ذكاء نقول ميداني أو فكري نحاول أن نقدم شيء بسيط لبلدنا أو المنتخبنا أو لإداراتنا أو لأنديتنا، وراح يكون يعني أكيد أنه هذا يعني بالسبب الرئيسي أنه لازم نخدم. لا يعني اليوم لو أنت صاحب تجربة في أكثر من مكان، ما ينقصنا هو التنظيم، الإدارة، الأموال، المجتمع عموما يجب أن يعني يفهم كرة القدم بالطريقة الصحيحة، يعني وين التشخيص برأيك؟
استطاع، هذا يحتاج لها سنين. يعني يمكن هسه احنا الاتحاد حاليا طبعا نكيف انه نشوف شخص رياضي نجم او اسطوره منتخب الوطني سابقا، بالاضافه الى كابتن يونس. نتمنى انه بعد لاعبين اضافه انه يكونون في الاتحاد. اي مو شرط يعني اللاعب عنده قدره اداريه، يعني اللاعب تعرف استطاع، اللاعب عنده تجربه طالع وشايف ومحترف، فاكيد راح ينقل الصوره الصحيحه والصوره المفيده من الخارج ينقلها الى بلده. فبهذه الصوره اذا اشتغلنا على هذا الموضوع اكيد راح نمشي بالصوره الصحيحه. طيب يعني انت قلت بانه الاتحاد يحتاج الى لاعبين، فقط الى لاعبين سابقين يعني خبرة الاسل؟ لا، ضمن اختصاص يمكن اكو لاعب هو يحب انه مثل دراستهم او وضعهم انه هو يحب اختصاص الاداره، اكو لاعب يحب انه اختصاص انه يكون رئيس وفد، يعني فنقول توزيع المهام شيء مكمل الشيء زين. بس انت من تطلع تجربه تلعب برا اكيد كل شخص بعد كرة القدم عنده فد هواية ثانية. نعم. انه انا اصير مدير ادارة، انه انا اصير اداري، انه انا اصير مدرب، يعني هذه التفاصيل مدرب يعني. طيب قرار يعني بصراحة نحكي كمشجعين كمتابعين، ما اريد نحكي كمحللين ولا اريد ندخل في عمق الانتقاد يعني انت تتحسر على ما تشاهده، تتحسر على الفرص اللي تضيع، النقاط اللي تضيع بالنسبة للمنتخب الوطني. يوم اتكلم مع كرار المواطن العراقي بعيدا عن الدخول بالامور الفنيه والتفاصيل واسماء اللاعبين وكذا. استطاع اكو امور انا شو ضحكت؟ الكلام يمكن اكو اشياء يمكن بعض تتكلمها يمكن اللاعبين زملائك يحسون انه تبي تنقص من عندهم، او اكو فد مواضيع تتكلمها يحسون انه بعض الناس انه والله انت تتكلم حتى انت تكون منتخب. لا، شوف الاستاذ، المنتخب مو ملك واحد، المنتخب ملك الكل، ملك الشعب العراقي. فقط احنا عندنا المتنفس الوحيد اللي هو بلدنا كرة القدم. نعم. يمكن انا يعني اسمع الشارع الرياضي يقول لك اني خلي ما العب وخلي كل شيء اسوي، المهم افوز. هسه احنا الجمهور يمكن ما يعرف شنو الاسباب، شنو الامور، شنو الاختيارات، شنو هاي، هذه ما يتطرقوا لها. يتطرق لانه انا اريد افوز وهذا حق مشروع، انه انا شاب عظيم يعني احكيها بالعام، انه انا تعبان وكورونا ومتاذي وانا بس عندي هذا المنتخب انه هو يفرحني ينسيني هاي الهموم. ما اقدر انا اتكلم يعني لشيء خاص بداخلي، بس واحد من الناس انا ما راضي، اكيد ما راضي، حالي حال الجمهور. يعني المنتخب العراقي بحياته لازم ما يضرب هيك صوره. احنا المنتخبات هي اللي تحسب لنا حسابات، مو احنا نحسب حسابات المنتخبات. بس يا كرار انت في قمه عطائك مع المنتخب، مع يونس، مع هوار، مع مهدي، مرتين اعتقد ما قدرنا نحصل شيء، ما قدرنا نوصل لكاس العالم. هذا الكلام هم يعود لكم، ممكن تقول لنا ممكن نعم منكم نعم. ممكن اسمع منك، اتمنى والجمهور يسمع منك، اريد اعرف بصراحه شنو الفرق بالتصفيات. بس اسمح لي، تصفيات كاس العالم ليش دائما نوقع بهالمشكله هاي؟ ناخذ امم اسيا كاس العالم ما نقدر نتاهل، نطلع من الدور الاول، ليش؟ هي بالعكس، هي حاليا يمكن اسهل مجموعه انا برايي. اتوقع يعني يمكن هي تصير هفوه دائما، احنا دائما اللاعبين يسولفون او المحللين يسولفون يقولون احنا بعد كل بطوله المنتخب ينزل. يعني بعد كل بطوله ناخذها او كل بطوله مثلا نحقق فيها فد مستوى طيب بعدها المنتخب ينزل، شنو الاسباب ما نعرف. بس الحقيقه يعني اللاعبين ما تعاملوا بالمباريات بذكاء وباحترافيه، ظلوا يفكرون بالكلام، ظلوا يفكرون انه الجمهور ما قابل علينا. انت بالعكس انت لازم تسوي تحدي ويا نفسك، صالح جماهيرك، خليه يتكلم، هذا جمهور ما اقدر ارد عليه يعني. جمهور يوم يخليني فوق وجمهور يوم يخليني جوا، هذا حق مشروع. انت اريد من عندك تقدم، اريد من عندك تفوز، اريد من عندك تلعب. احنا من اول مباراه ما قدمنا مباراه ثانيه، لازم نقدم، لازم نفوز. فسبحان الله ما اعرف شنو اللي صار، لاعبينا يعني ظلوا متاثرين بالكلام،
يعني يعني انت يعني اتوقع يعني ما يعني انت هسه دبلوماسي لو واقعي، احسك تقول بانه الضغط الاعلام او الضغط الجمهور هو اللي عرقل مسيره وضعيه الفريق. بس لا قبل لا لا بس لا قبل لعبه ايران كرار قبل لعبه ايران جاي انا متعادل من كوريا اخسر من ايران ثلاثه. بالعكس صعبة. انا ليش اعرق الجمهور والاعلام؟ هو يحمسني الجمهور والاعلام، ليش اعرقلني؟ احنا سابقا نلعب بالاعلام، بالجمهور، بالمدح، بالهتافات، حتى بالاغاني يوم احنا كنا ندخل المباراه نسمع الاغاني الحلوه على المنتخب الوطني، الجمهور بالشارع انه يهوس ويرقص وفرحان هاي قبل المباراه، يعني حسسنا انه احنا فايزين. فمن ندخل للمباراه يعني ما افكر باي شيء غير فوز. تعرف شنو؟ بالعكس الجمهور ولا الاعلام له دور فعال فوز المنتخب. طيب قلت لك انه اكثر الشباب انه ما ركزوا، ظلوا مفكرين بالكلام. انا دا اقول لك انه انا لازم الكلام هذا اقوله، اخلي اللي كان ما راضى علي يرضى علي، يعني يمدحني ويشجعني ويتابعني. هسه انا ما اعرف شنو انا هسه تهمه جاوبتني اسالك لك، انت مريت ب بش كم تصفيات؟ مرتين تصفيات مرتين لو ثلاث مرات تقريبا. ليش ليش مع مجموعه انت من ضمنهم؟ مو لان انت وياي بعد، انت يعني انت والشباب اللي وياك انتوا افضل جيل، ومع ذلك مره طلعنا من الدور الاول من تصفيات الاوليه ضد قطر، ومرت اللخ بتصفيات النهائيه ما قدرنا نوصل. يعني وين الاختلاف بالتصفيات؟ شنو الاختلاف هي المباراة؟ طبعا احنا قدمنا بها بس خطأ واحد صار علينا بها قول، يعني ما اعرف والله ليش يعني استطاع، يعني ما عندي فد شيء بداخلي انه احكي، لو عندي شيء احكي بس ما اعرف. سبحان الله، عدم توفيق، ما لنا حظ في بطولة كأس العالم، ما اعرف. مع ما قلت لك انه ان مجموعتنا يعني سهلة، يعني نقدر نتأهل. هسه احنا نتمنى نقول انه بكت يعني اكو مباريات نتائجها تخدمنا بحالة احنا الفوز مالتنا. كنت تتمنى يعني تتمنى على هاي المجموعة بأن تكون ضمن المنتخب؟ والله أنا طبعا ليش تدخلنا مشاكل؟ ليش مشاكل؟ ليش مشاكل؟ لا والله سؤال طبيعي. يعني ليش تعتقد اللي ما يتقبل الكلام ترى مشكلته؟ أنت مو مهم كنا ننتقدك عادي. أنا من 2013 في المنتخب، العفو، من 2013 محترف، نعم، لحد 2018. يعني بذاك الوقت انا يعني ما حد فكر بقرار المنتخب، تريدنا هسه يعني يفكرون بالمنتخب ولا؟ ففتره من الفترات يمكن الجمهور عمل يعني حمله كلش على مود استدعاء قرار، فانا قررت قلت الخاطر الجمهور اروح العب، ما العب اقعد انه البي طلب الجماهير. زين. بس يا استاذ طه المشكله مو هنا. المشكله انا صدقني انا اللاعبين كلهم اخوتي وكلهم احترمهم وكلهم مستويات عاليه، بس يجي لاعب بفتره يمر بفتره مستواه يهبط، مستوى هذا مو سوش اللاعب. صدقني مو سوش اللاعب، اكو لاعبين كثير. يمكن هذا اللاعب هاي الفتره ما ادعي، اخليه يرتاح يراجع نفسه، ادعيه على المباراه الثانيه. يعني انت مثلا المدرب من اجى، ما قلت لك ما اريد اتدخل بهالمواضيع، المدرب لا يعني لازم هو يختار. ايه زين، هو يجي يلقى قائمه قدامه، يعني شو يريد يسوي؟ وكلها يقول لك والله المنتخب، والله المدرب استدعاهم. ما استدعى المدرب اخي، المدرب ما استدعى، يجي يلقى قائمه امامه. انا مو انتقاصا قلت لك باللاعبين، بالعكس اللي موجودين يمكن افضل، بس انت لازم تشوف اكو شباب بالدوري حاليا، اكو لاعبين عندهم امكانيات، تعال شوف. يعني انت جربه. انت يعني انت تعتقد بين ادفوكات اجى لقى قائمه وبدا يختار من القائمه 50 واحد هو يستند؟ مو انا اعتقد هي الكل تعرف. انت واحد من الناس، من اجى المدرب شنو شاف؟ اجى قال اريد هذا وهذا وهذا، اكيد راح يقول لهم القائمه اللي لعبت اخر مباراه للمنتخب الوطني. نعم. صحيح ولا لا؟ نعم. فقالوا له هاي المباراه الاخيره اللي لعبت، فقط انه هو لازم يتابع بعد، يعني لازم يتابع. حاليا دوري بيده ثلاث لعبات، والمباراه الرابعه راح تبدا بعد يمكن حوالي باكر، لازم يتابع حتى يشوف انه اللاعب اللي مستواه متراجع ما اطلع نهائيا واخلي كل الضغوطات عليه، لا بالعكس استبعده مباراه او اقول له ارتاح راجع نفسك، يمكن
ضغط عليك، يمكن مصاب، يمكن يعني هواي اسباب، يراجع نفسه، يقعد يرتاح المباراه الثانيه ادعي. يعني هسه يمكن بايران هذا اشوف هاي الامور. حتى المنتخب الايراني ترى هم نفسهم يضيفونهم يمكن لاعبين او ثلاثه، فهذا التعامل مع اللاعب العراقي، اللاعب العراقي حساس، يمكن الله اوكي لو كان اتصل وياهم اللاعبين اكثرهم يبكي يبكي يبكي، يقول لي والله انا ما اعرف شو اريد اسوي، ودي اقاتل، ودي اسوي، بس هذا بعد يعني شو يريد يصير لا بيدي ولا بيدك. شنو يعني يريد يقاتل؟ من اللي مانع ان يقاتل بالملعب؟ لا لا قلت لك انه تحت ضغوطات، احنا قلت لك لاعبين اكثرهم شباب، تحت ضغوطات عاشوها، انه ما قدروا يعني شلون يتغلبون على هاي. احنا قبل هم واجهناها ترى وتغلبنا عليها، هم الجمهور حكى علينا، وهم الجمهور من حقه، انا اعيد واكرر اقول لك انه الجمهور حقه، الجمهور يريد فوز، بس قدرنا نتغلب على هاي الهفوه اللي صارت عندنا، وهم فزنا وهم خسرنا وهم فزنا. ف يعني نتمنى الشباب انه يراجعون يعني وضعهم، ولازم يسوون فد شيء يصالحون جماهيرهم. زين انت قلت انه انت من 2013 محترف بس ما حد استدعاك، يعني هذا ينطبق على اللاعبين العراقيين المغتربين بالخارج اللي هناك حملات من اجل يعني انصافهم؟ تعتقد بانه اللاعب العراقي المولود خارج العراق يعني ما مرحب بي؟ انت فتره هم انا جو لعبوا، كنت موجود من جو لعبوا الشباب صح؟ اي نعم يعني نعم. يعني هم ما يتاقلمون، وين المشكله؟ انا اكثر من لقاء يمكن ذكرت قلت اي لاعب كان من يكون محترف مغترب ما دام يفيد المنتخب فابواب المنتخب مفتوحه له، على حسابي على حساب غيري، هاي مصلحه بلد مصلحه منتخب. اللاعب المغترب انا اقول اعوذ بالله من كلمه اني انه متكامل من كل النواحي، لان هو حاليا باوروبا، اكيد يعني انه اوروبا تبدي بدايتها صحيحه وياه من الفئات العمريه لحد ما يكون معاهم بالفرق الاولى. فهذا اكيد انه هو جاهز من كل النواحي، فبالعكس خليه يجي يخدمني بالمنتخب، ليش لا؟ انه جربته مو زين خلاص انطي فرصه لغيره، مغتربين هواي عندنا. اي بس صارت اجوي اجوي لاعبين وادفوكات مثلا ما استبعدهم، هسه هذا قرار مدرب صح؟ لو شنو هذا القرار باعتقادك؟ والله ما اعرف، يمكن هسه اذا اقول لك كلام ما تصدق، انا والله اصلا لا اتابع بالله العظيم، يعني مو بس عندي اشغالي كنت ملتهي بها يعني ظروف مرت فيها، فوالله ما اتابع، حتى ما اعرف من اللي يروح من اللي يجي، يعني ابتعد بس اسمع كلام. ولا شفت المباريات؟ والله قليل شفت منها يعني على بس قلت لك يعني ظرف مريت بيه يعني شويه صعب كان جدا. طيب على شاهد يعني طيب منها. انت بالنتيجه بعد هاي السنوات يعني قرار هو مرات احنا ما اعرف ايش بين الاعلام، اللاعب بس عبر 30 نشلب له قرار الاعتزال، قرار الاعتزال بس ايش يعني نبيك؟ ابقى العب يعني هواي لاعبين باقيين يلعبون، بس انت تعتقد بان تفضل بنفط مسجد سليمان هسه العب عن الفريق يعني اي عندنا لاعبين 39 38 سنه اليوم بالتمرين يركض اكثر مني لاعبين كبار. اذا بالعطاء انت تقول كرار يعتزل شو وقت ما يحس نفسه بعد ما يقدر؟ انا ثق وهسه اقول لك من اريد اعتزل ما حد يعرف بي، على طول اقعد بالبيت لا اعلن ولا اقول ولا شيء، بس الحمد لله والشكر بفضل الله واهل البيت والناس الطيبه والناس اللي تشجع كرار تدعم كرار، فحاليا لا بعدني العب، لو ما اقدر العب ما ارجع مره ثانيه احتراف في دوري قوي يعتبر من افضل الدوريات في اسيا. ليش تريد تعتزل بهدوء؟ يعني ما اعرف ليش تريد، حياتك صاخبه بالملعب صاخب، مشاكلك عركات، لا 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 من تعتزل بهدوء؟ ترى فاهمين الموضوع غلط اكثر الناس والله بالعكس انا هادئ بكل الاوضاع، بس وين بالملعب يا اخويا بالملعب؟ لا لا حرص الزائد، حرص الزائد هذا زين. اقول لك هسه ابو ذنون تحياتنا يونس هم يتعارك وغيره هم تعارك أي. بس قرار لان صار موقف وياه فظلت هاي عليه الموضوع. ذكرني انا مثل واحد ذكرنا بلقاء هم تكلم قال يا معود هذا طلايب ومشاكل وعارك وهاي، وبايران ما راح يبقى سنه واحده، زين شلون بقيت 12 سنه بايران وهسه رجعت؟ فالموضوع يعني حب وكره شلون هي، حب واحكي وكره واحكي زين. فالكلام يعني قلت لك
كثير. لا انت ليش تعتزل الفيديو؟ انت كاره شيء باللعبه بكره القدم شيء احسك يعني؟ لا 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 انا هيك يعني طبعي هيك. تريد تعتزل بهدوء بدون كرة بدون كرة بدون مباراه اعتزال بدون يعني انت تعرفني كل شيء انا برا ما لي علاقه بهاي العصبيه ولا بس قلت لك انه حرص بالملعب يمكن من لاعب وياك او من الخصم يعني شويه تنفعل بس خارج لا خارج. انا صار سنتين لا اطلع لقاء ولا شيء حتى ما حد يقول عليك زين بس بخلصها هدوء زين. انت بعدين شو مقرر وراه خلصت كره القدم؟ انت قايل لي سابقا يمكن قايل لي تلتهي بالشغل ما اتذكر والله حبيبه تلتهي بالشغل يعني عندك شغلك الخاص لو تريد ترجع لكره القدم عن طريق بصيد تدريب بالصيد بالصيد شلون يعني لا اصدق انت شنو علاقتك شنو علاقتك بالصيد يعني انت تحب الصيد هوايه لو مهنه؟ والله انا بدايتي يعني قبل كرة القدم احب الصيد صيد الشاهين يعني بدايتي كانت ويا خوالي يعني أي؟ حتى كنت اروح مرات العب فرق شعبيه ما يخلوني يمنعوني يعني فبعد سبحان الله يعني تركت وجيت يعني على كرة القدم الصيد انا يعني بكل فتره ما اترك الصيد يعني بين شهر وشهرين بين اسبوعين يعني دائما. لا يعني شنو الصيد يا سولف لنا بالله شوي اخر دقائق عجبتني القصه مال الصيد يعني شبابي متابعيك بالانستغرام يقولون يعني نشط عندك مزرعه وعندك ايه الحمد لله انا عندي مزرعه على طريق كربلاء وعندي موكب والحمد لله والشكر حسينيه عندي الحمد لله وانا عندي شاهينه يعني اطلع بيها للصيد صيد الحبار لان انا خواله اكثر شيء كان يعني مع الاماراتيين القطريين يعني كان يجون يمهم بالبر دليلين يعني وياهم ايه فبعد تعلقنا بالصيد وتريد ورا ما تعتزل الصيد؟ لا مو كل الصيد شوي على الرياضه طاهر الرياضه ما حد يقدر يتركها ابدا اي يعني انا اريد اتخيل كرار بعد الاعتزال مدرب اداري نادي تروح تريد مثلا تتجه الى رئاسه نادي انت شو تتخيل نفسك؟ اقول لك اذا مدرب هم راح نرجع نفس العصبيه نص اللاعبين بطلوا لا اكيد يعني اكيد احتمال يعني احتمال بعد ما اترك كره القدم سنتين ثلاثه تدري واحد فرغ العائله الامور الخاصه شغلات الله يوفقك بعدها لكل حادث الحديث شكرا جزيلا كرار جاسم كنت معي عبر سكايب من ايران لاعب نفط مسجد سليمان ايش طول هذا الاسم شلون يكتبوا نفط مسجد سليمان الايراني شكرا جزيلا لك كرار ونتمنى لك صيد وفير بعد الاعتزال وايضا صيد الاهداف ان شاء الله مع ناديك شكرا لك. قبل ان اختم فقط اذكر بانه وصلنا قبل قليل كتاب شديد اللهجه من الاتحاد العراقي الى الانديه العراقيه التي الى الان لم توفي ديونها الى اللاعبين. الكتاب يقول لهم عندكم الى الساعه 12 بس خلي حتى وصل لي على التليفون الساعه 12 من اليوم 14 مو الساعه 12 من اليوم نظرا لعدم ايفاء انديتكم بتحديث قضايا نظام كلاس. نظام كلاس هذا نظام الكتروني قاعده بيانات مرتبطه بالاتحاد الدولي والاسيوي بانه اذا اكو عليه قضايا لازم ان تحل يعني لازم تحل قضاياك فهذا النظام هو اللي صنفك بيخليك في لائحه يمكن لك الترخيص. المهم فيقولوا لهم حدثوا قضايا بنظام كلاس رغم التبليغات يعني بلغيهم اكثر من مره ورغم التبليغات لم تحدث الأندية هذا النظام فقد تقرر توجيه إنذار نهائي بقيامكم بتحديث القضايا على النظام لغاية الساعة 12 يعني بعد ساعة وعشر دقائق وبخلافه لن يتم منحكم الترخيص لن يتم منح الأندية التراخيص حتى توفي ديونها إلى اللاعبين والمدربين وهذا أفضل قرار وهذا إنذار نهائي من الاتحاد العراقي لكرة القدم. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة نلتقي إن شاء الله يوم الأحد. أذكركم بأننا يوم غد سنعلن عن حقوق مهمة كروية يوم السبت الأحد إن شاء الله وبقية الأيام سوف نكون مع من الرابعة سبورت في استوديوهات تحليلية لجميع المباريات التي تكون لدينا حقوق بها وتحدث عن المعروف الدوري السويدي دوري أبطال آسيا كأس اتحاد آسيا وأيضا الحقوق الأخرى إن شاء الله التي نعلن عنها. إلى اللقاء.